صعوبة التعامل مع الصخر تسهل أمام إصرار هذا النحات، فعمله الجميل تأتى من ظروف ثقيلة أظهرت إبداعه وعمله المتميز. اللي دفعنا لنحت الأشكال الحجرية أنه عندك مجسمات هنا وحضارات متعاقبة على العلا، عصور مرت على العلا وموجودة يعني على الأرض الواقع. قلنا بنقدمها للناس سواء في السعودية أو خارج السعودية، حنا نستهدف أنها حتى خارج السعودية تروح إن شاء الله. طبعاً كيف تروح؟ تروح مع السياح اللي يجون، أنه نوفرها لهم هنا في سوق العلا. طبعاً أنا صارت لي قصة جميلة في بداياتي. عام 1415 أنا تعرضت للحادث، والحادث هذا صابني، صار معي شلل النصف السفلي. يسكن بين آثار لأقوام سكنوا العلا كالثموديين وغيرهم على مر التاريخ، فعشق المكان وقصصه التي حولها لمجسمات تروي أهمية العلا التاريخية. القطعة حسب الجبس تأخذ ساعتين 3 ساعات، من 45 دقيقة إلى أقصى حد إذا كانت حجمها كبير إلى 3 ساعات. الحجر يعني حسب الوضع، أحياناً في حجر يأخذ مني 5 ساعات 6 ساعات، يوم 3 أيام، بعض الأحجار تأخذ مني أسبوع. والخشب فيه شوي عشان الألياف فيه تعقيد شوي، يعني يأخذ وقت. بالرغم من صمت الحجر إلا أنه استطاع أن يظهر حسن طبيعة العلا وأن ينطقه بالجمال الذي أظهرته طرقات شاكوشه ومسماره. سعيد جدا، حتى لما تنتهي من القطعة أخلصها أطول وأنا ما أنزلها للمبيعات، يعني زي ما تقول أشح فيها، تصبح جزء مني. بعد ما استمتع فيها فترة بدينا أنزلها، مو أنزلها على طول. يعيش أهالي العلا بتماسٍ مباشر مع منحوتات الثموديين، وربما تأثروا بذلك تماماً، مثل عبد الكريم البلوي والذي ينوي لنحت 300 منحوتة لكامل معالم السعودية التاريخية. لقناة روتانا خليجية، فهد الحمود، العلا.